وضعيه الفنان المغربي مزريه مزريه جدا. انا نقولها لك، كاينين الناس اللي كيستافدوا، كاينين شركات ديال الانتاج كيستافدوا من الدعم ديال الدوله، من فلوس العام، من فلوس ديال الشعب كيستافدوا منهم. الفنان الان يعاني، انا بغيت ندير واحد لانونس ان الفنان المنور اللي هو مغني اللي كان مع ثلاثي الفرح يعاني الان من مرض قبيح في الصدر ديالو، وحنا الان تنقلبوا باش نجمعوا له فلوس باش نقدروا نداويه. لا يعقل اننا في هذا الوقت القرن 21 اللي وصلنا لهذا الشيء كله هو ان باقي الفنان مريض ومتعب وتا واحد ما كيدافي. الفنان الان تيخص هذه المسائل تقاد، تيخص هذا الموظفين اللي شادين التليفون شادين يعرفوا يخدموا الناس. خص الفنان باغي يخدم، الفنان ما كيسعاش باغي يخدم، الوضعيه ديالو صعبه جدا. كنشوفوا الوجوه المتكرره ديما كتبان في رمضان، علاش بزاف هذه الوجوه كتبان وكتغيب وجوه اخرى؟ وهذا هذا هو السؤال اللي خصكم توضعوا على هاد المسؤولين، لان المسؤولين هما اللي خصهم يجاوبوا على هذا السؤال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.